لاعبي منتخبنا الأبطال يستحقون كل التحية وكل الإشادة. وكف ووفق وصيف مركز ممتاز محمد سلام، وهناك علي عصام كذلك لاعب علاء علي بشار عبد الرضا قريب عشرة أحمد عبد العباس ثمانية بشار رسن لاعب 18 اللي هو اللاعب علي ناجي لاعب 16 أيضا حمد الله صبري وبقية اللاعبين هي المنتخب العراقي مهدي عبد الزهرة كذلك أحمد ناظم وسامر ماجد وشيركو كريم وعباس حسين هذا الحارس هنا لاعب آخر لاعب سلمان علي عباس حسين بالصورة يستلم الميدالية الفضية مع اللاعب أمجد كريم شيركو كريم تلقى الإشادة والتحية من أعضاء المكتب التنفيذي الاتحاد العربي لكرة القدم أفضل لاعب وعلي هادي المدير الإداري حديث ودي مع أعضاء الاتحاد العربي والمكتب التنفيذي أكيد التهنية على هذا الأداء وعلى هذا المستوى. المدرب المبدع طبعا موفق حسين مع أحمد جمعة مع شيد جاسم جائزة طبعا مع الميدالية الموفق حسين مع شيك جاسم مدرب الحراس كذلك احمد جمعه مدرب المساعد كادر الاداري والطبي دكتور سعد حسين مجيد طاهر حسين والاداريين صباح مجيد وعادل